4 ماي 2024، شهر هذا أقل من تقريبا 15 يوم التالي، أعلن في مصر عن انطلاق مركز اسمه مركز تكوين في حافل ضخم في المتحف المصري تحت عنوان 50 عاما على رحيل طه حسين، أين نحن من تجديد اليوم. المركز هذا عنده أهداف معلنة أعلن عليها هي كالتالي، يهدف المركز هذا إلى بث روح التجديد والإصلاح في الفكر الديني، يقول ليكون أو ليعود إلى مكانته المرموقة، هكذا الأهداف المعلنة ونقشوهم فيما بعد. كذلك يقول نسعى المركز هذا إلى تطوير الفكر الديني في الوطن العربي ليواكب التقدم المطلوب في جميع المجالات الفكرية والعلمية والعملية، تأسيس جسور تهدف للتواصل بين الثقافة المتجددة حول العالم والفكر الديني، هكذا يدعي هذا المركز الجديد اسمه مركز تكوين، هذا يقول أهدافنا. كذلك وهذه النقطة المهمة، يقول نهدف إلى إعادة النظر في الموروث الديني المتسبب في عدة مآزق فكرية ودينية واجتماعية ما أدى إلى ظهور بعض المنظمات المتطرفة. بطبيعة الحال هو الجهات المتطرفة هو مش يقصد رأوا أبو بكر البغدادي، لا لا، ربما الشاهد فينا أنت يحسبك متطرف. هذه الأهداف المعلنة، المشكل وين؟ المشكل أن المؤسسين المركز هذا هم 6، 3 من مصر، 1 من تونس، 1 من سوريا، 1 من لبنان، 6 قامات بين ظفري. شكون هما هذوما؟ هالستة هذوما هما إبراهيم عيسى إعلامي تشوفوه في الإعلام المصري، وإسلام البحيري، والدكتور يوسف زيدان، زيدان تقرأه في الروايات الثانوي في تونس، والكاتبة التونسية شكون هي الدكتورة أستاذة الجامعية ألفة يوسف، والباحث السوري فراس السواح، والباحثة اللبنانية نايلة أبي نادر. هم قالوا الأهداف المشكلوية، هذوما لهم علماء تجديد ولهم يحزنون، بل إن فيهم شكون يقولك الحج كذبة، هذا الحج كذبة هذا، وشككوا حتى في الرسول صلى الله عليه وسلم وكل شيء، بعضهم مش كله، على الأقل تسمعوا فيه على ألفة يوسف ربما هي أفضلهم في جمع هذوما. يتأسس مركز بالعناوين الكبيرة هذه وبالأجندة هذه، كثيرون قالوا إن في الأمر إن وأخواتها، كيفاش هذا يعمل تجديد الفكر الديني؟ لا، بعضهم اعتبر قال على فكرة هذوما عملوا منصات في كل مواقع التواصل الاجتماعي فلوس الدز، وتم القيام بعمل إعلانات مولة ليصل إلى فئات كثيرة به. كثيرون في الجهة المقابلة اعتبروا أن هذه المجموعة إقصائيون لدرجة مريعة، واعتبروهم أنهم اعتبروا أنهم يمثلون الوجه المدني المتطرف المقابل للمتطرفين دينيا، فأولئك قال يمكن يقتلوك بالسلاح، ولكن هؤلاء يمكن أن يقتلوك بالقلم وشحذ الشائعات. لماذا؟ قالوا لأنه هذا المركز يبحث في إعادة إنتاج أدبيات المستشرقين المتطرفين أعداء الإسلام، ولكن في صورة التجديد الديني ومد جسور التواصل والثقافات. حتى أن بعضهم حتى أختم هذا التقديم، ثم كتاب كاتب لبناني اسمه سمير عطلة، عنده كتاب يمكن نشوفه في الخلفية متاعه، خرجوا 2009 اسمه جنرالات الشرق. جنرالات الشرق هذا دور العسكريين الأجانب في العالم العربي بين الحربين. كثيرون يقولوا إذا كان سمير عطلة عامل كتاب جنرالات الشرق هذوما دورهم كيفاش بالحرب العالمية الأولى والثانية، هم الذين صاغوا مستقبل المنطقة كاملة الاستعماري، يقول لك هؤلاء اللي يحكونا الآن في مركز تكوين باسم مد جسور الثقافات وإعادة إحياء التراث، قال هؤلاء يقولون هؤلاء هم جنرالات القلم. فهمنا أفكار المركز التكوين، التحافظات الكبيرة
خوذة كبيرة عشان تتحل في مصر، ودورنا نطلع جمهورنا العزيز في تونس وإحنا معنيين في الزيتونة بمناقشة كذا أفكار نناقشوها مع ضيفنا سي سليم الحكيمي. سي سليم، نبدأ بالموضوع هذا، في أي إطار تنزل تكوين ولك الكلمة المطولة سي سليم؟ يلا. تحية لك وللسادة المشاهدين. على كل حال، أنا عندي يعني رقم في عام 1978 في أكثر من 120 ندوة مولت الولايات المتحدة الأمريكية 120 ندوة حول الصحوة الإسلامية، ولأنها كانت تدرك وتريد أن تفهم هذه الصحوة وتريد ووصلت منها إلى الكثير من الخلاصات، منها أن الإسلام الشيعي يمكن أن يتصادم مع الإسلام السني، لأنها لم تكن تفهم الظاهرة بشكل عميق. وتقريبا الثمانينات، يعني لأن الجماعات الحركات الإسلامية كانت متشكلة في شكل جماعات، لم يكن لها سؤال الحكم بل سؤال الاحتجاج، وفقط الرد على هذا الاستناد في قضية الهوية. ولكن عندما تبين الأمر أنها ينقض الإسلام، تبين لها أن الإسلام لا يمكن له الاحتواء، بل هو له مشروع في حد ذاته، وهو مشروع بالله يا أخ حسين السادة في الاستوديو عندك في أصوات تأتيني مزعجة كثيرا، لا أسمع نحاول أصوات موسيقى يعني. نعم، نحاول ضبط الصوت، معالجة الصوت في الخلفية. رجع. نعم، لك كلمة سي سليم. ألو، نسمعكم سي سليم. نعم سي سليم، هل تسمعني؟ نحاول نوقف الفيديو في الخلفية. رجع. لك كلمة سي سليم. نعم، نعم، هي تريد أن تفسر هذه الظواهر وتنتهي بها إلى خلاصات تستطيع التعامل معها لقضية فقط لعملية الضبط وعملية الاحتواء. لأن يعني الصدام مع الإسلاميين تراوح بين رأيين، تراوح بين إما عملية العزل أو القمع أو عملية الإهانة وعملية الحط من الأقدار في حالة عدم وجود من وجود في السجن. انطرقوا أبواب السلطة فيجب أن نتعامل معهم بطريقة ثانية، وإن بقوا في مستوى الاحتجاج يجب أن نتعامل معهم بطريقة أخرى. الدعوات الكثيرة التي وقعت أنه لا يمكن التعامل مع الإسلام بهذه إذا كان مكتملاً كامل الدسم بهذا الفهم الذي جاء به السلف الصالح، الإسلام الذي واجه المستعمر. يعني ما هي العقيدة التي واجهت الصليبية في تونس؟ الصليبية، العقيدة التي واجهت الصليبية هي الإسلام، وواجهته في تونس لجامع الزيتونة، وجامع الزيتونة هو نفسه الذي أنتج قادة المقاومة الجزائرية، كلهم تربوا على في جامع الزيتونة كأول جامعة إسلامية، وهم يعترفون بذلك ولهم كتابات في ذلك. ثم تكونت بطبيعة الحال جمعية علماء المسلمين، وابن باديس هو شيخ المجاهدين وشيخ العلماء، ثم جماعة القرويين في المغرب التي منها جاءت تسمية الظلميين، لأن المستعمر الفرنسي في ذلك قال إنهم يجتمعون بهاب الليل، ولذلك أطلق عليهم الظلميين، ولذلك من ينعت الإسلاميين بالظلميين، يعني هو يستعمل مصطلح المستعمر الفرنسي. ثم في فلسطين المقاومة سنة 1936 الشيخ الحجازي الذي جاء من الشام ثم استقر في فلسطين واستشهد فيها وأسس للطيار الجهادي وأسس للعمل الفدائي. ثم جاء الإخوان المسلمون سنة 1948 بعد أن حاربوا في الحرب مع جيش العرب والأوقاف وجيش جامعة الدول العربية. إذن جدار الصد الحقيقي للمد الصليبي أو الصهيوني أي مشروع تغريبي هو هذا الإسلام، ورهبانيته ليست رهبانية المسيحية، فالجهاد هو رهبانية. والحل كيف نتعامل مع ذلك؟ لابد من عملية تذويب. نذوب هذا الإسلام في مجموعة من الكيانات، ومن هنا جاءت فكرة عولمة الدين. ولذلك قضية هذه عولمة الدين جاءت في الحقيقة جاءت تحت ستار التجديد. مثلا في 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 كل مكان يحضر فيه الاستعمار، تحضر فيه الولايات المتحدة الأمريكية والاستعمار، سواء كان استطياً أو له استيطانياً أو له أطماع استعمارية عابرة مرتبطة ببقاء الثروات. الفرق هنالك استعمار استيطاني يريد أن يبقى، يعتبر أن الأرض له، وهنالك استعمار له أطماع استعمارية مرتبطة ببقاء المصالح وبقاء الثروات. في كل مرة يصطدم بهذه المقاومة روحها
هي هذه الروح الإسلامية التي تمثل الإسمنت الذي يجمع الناس، يعني كلمة الله أكبر تجمع الجميع في سط هذا الاستعمار، في هذا المستعمر. في إطار ذلك بدأ التفكير في مجموعة من المشاريع الكثيرة التي يجب أن تواجه هؤلاء وتقوم بعملية التفتيت. الإسلام عندما تواجهه من الخارج يشتد، فلذلك لابد من عملية تفتيت وتفكيك. من بين هذه الأشياء التي كنت تسندونها سيد نعم أستاذ حسين، وهنالك مشروع الديانة الإبراهيمية الذي نشأ، لم ينشأ بطبيعة الحال بين الركن والمقام، ولكن ظاهره في الرحمة وباطنه من قبله العذاب. يعني هذا سماه العلماء المسلمين، وشيخ العلماء المسلمين سماه ذلالة القرن وكعبة أبرهة. يعني انتقلنا من حوار الأديان إلى انتقلنا إلى عملية دمج الأديان مرة أخرى. دائما بيت الداء، هنالك بيتان للداء في العالم تقريبا، هنالك البيت الأمريكي، يعني خطوة هذه بعشر سنوات جامعة هارفارد سنة 2016 جاءت بفكرة مسار إبراهيم، ثم جامعة فلوريدا سنة 2015 أيضا تحدثت عن الاتحاد الفيدرالي الإبراهيمي، وفي 2013 تم تشكيل لجنة خاصة سميت إدارة الحوار الاستراتيجي مع المجتمع المدني، المشرف عليها تقريبا هيلاري كلينتون، ثم جاء ترامب، ثم مستشاره جاريد كوشنر يسمى الاتفاق الإبراهيمي. ماذا كتب على صفحة على الخارجية الأمريكية؟ نحن نشجع دعم الحوار بين الثقافات والأديان للدفع بثقافة سلام بين الأديان الإبراهيمية الثلاثة الإنسانية جمعا. إذن هنالك هدف معلن الذي هو الجمع بين هذه الأديان وتوحيدها لتجنب التغاضي ووقف الحروب، في حين أن هذه من فعلوا هذا هم الذين قتلوا 11 مليون. لا أحد دعاهم إلى أفغانستان، ولا أحد دعاهم إلى العراق، ولا أحد دعاهم إلى أي مكان. نمزج هذا المسيحية واليهودية والإسلام في دين واحد، وفي الحقيقة هو تنظير لإسلام سياحي يقبل بالآخر مهما كانت أهدافه، وهو الحقيقة الهدف المستقر الكان المتففي. وصل ذروته عندما تقريبا عربيا نعم. لابد من أذناب، لابد من أذرع ثقافية لهذه الأفكار الأجنبية المستوردة. مشروع سياسي في النهاية استقر على أنه يلبي الأطماع الصهيونية في المنطقة، وانطلق من توقيع الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع مع إسرائيل العائلة الإسرائيلية، أمر به حاكم دبي، تعرفون حاكم دبي محمد بن زايد، بتأسيسه في أبو ظبي تخليدا لذكرى الزيارة التاريخية التي تمت بين أحمد الطيب الأزهر والمشترك البابا فرانسيس في 2019. إذن خطره في هذا، أهم شيء في هذا الخطر أنه يريد أن ينتهي، لأنه يعرف أن الشعوب تمسك بهذه الثقافات. لابد أن ننقل فيه السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. اتفاقات إبراهام، كل أبناء الدلالات من سيادة إبراهيم يعطي الحق للشعوب الأصلية. يعني تصور أنت الشعوب الأصيلة التي مرت في أي مكان في هذا التاريخ، يعني حقها التاريخي في أي دولة عربية، بما فيه حق اليهود بتعويضات من الدول العربية التي كانت تضم جالية نعم. يهودية وتبديل قراءة المنطقة. المؤسف في ذلك ويجب أن يتم هذه الفكرة، أن الطرف الشيعي كان موافقا في ذلك. مقتدى الصدر مثلا قال لا تناقض بأن يكون الدين عند الله الإسلام وبين وحدة الأديان، وحضرت شخصيات شيعية في برنامج الاتجاه المعاكس مع الصحفي المتألق في برنامج الاتجاه المعاكس، تحدثوا على أن الحركة نحن لا نريد إسلاما سياسيا بل نريد إسلاما وسطيا. هذا أولا المرتكز الأول هو مرتكز شيعي. المرتكز الثاني، الخطر الذي لا ينتبه إليه الناس، هو أن مراكز البحث الأمريكية هذه كلها اعتمدت في ذلك على قيادات صوفية، والقيادات الصوفية بطبيعة الحال لأنها تحظى بالكثير من الأتباع، هذه الطرق الصوفية الممولة التي صارت من أمريكا الآن، لأن الصوفية تؤمن بالمسار المفتوح للتدين، يعني لا مسار مفتوح للتدين وحوار شعائري ننقل به المشتركات. مدخل المشروع هو روح الديني ولكن مساراته سياسية، وبالتالي القضية الفلسطينية هي المتضرر من هذا المسار. نعم. وفي النهاية ننتهي بأن نحل، نغيب هذا التناقض الوجودي بين الحق الفلسطيني والمشروع الاستيطاني. لا تبقى هوية ولا أرض ولا حدود، نستبدل فكرة نهاية التاريخ أستاذ حسين، نستبدلها
بقضية دمج الأديان، وننتقل من حوار الأديان في بوتقة روحية واحدة. لكن السؤال الذي نسأله لحظة فقط أخي حسين، دقيقتان أني هذا التصور، لكن السؤال الذي ما الداعي إلى هذا التفكير في حين أن المسلمون كلهم على ملة إبراهيم وأمروا باتباع هذه ملة إبراهيم، هذه الحنيفية السمحة، فالقضية لديهم منتهية، لا لسوا بحاجة إلى استحداث دين جديد يدخلون بموجبه في الملة الإبراهيمية. أما اليهود والمسيحيون كل يتمسك بمعتقده على وجه الديانة لا سياسة، ولذلك من سيتبنى هذا المشروع؟ يتبناه فقط اليهود والمسيحيين الصهاينة، يعني بلغة أخرى ما هو الغاية من هذا الإسلام ومن هذا التجديد؟ هذا الإسلام والتجديد عليه أن يقبل، لا يتخذ موقفا، هو إسلام بلا موقف، لا يتخذ موقفا من المسيحية حين تتحول إلى صليبية، ولا يتخذ موقفا من اليهودية حين تتحول إلى صهيونية، ولا يكون بذلك إلا بنوع جديد من الدين، يعني تقريبا الدين اللي معروف بالمصطلح التونسي، في الصباح في الزوايا وفي العشية زنود عليها، إسلام سياحي كما قال عنه فهمي هويدي في كتابه الممتلون. يعني هنالك مؤتمرات في كتابه المفترون المفكر فهمي هويدي تحدث على أنه حضر مؤتمرات يعني عالمية فيها شخصيات، مؤتمرات إسلامية ليس فيها إسلاميون أصلاً، يعني يؤسسها المليون. وبطبيعة الحال فرنسا واصلت في هذا النهج لأنها تخضع خضوعا أمريكيا ولأنها ذات علمية صلبة وتعتبر في ذلك خطرا عليها. وفرنسا يقول زمان كلمة خطيرة، عفوا جون بيير شيفالمو يقول كلمة خطيرة، إن الصراع مع الإسلام يمر عبر فرنسا إلى ضفة المتوسط، فإذا انتصر قمعه في فرنسا والحد من غلوائه في فرنسا يمكن أن نحد من غلوائه في المنطقة الأخرى. نعم. وهذا هو الذي يقع، وانتهى بقانون الانفصالية للسيباراتيزم الذي يضايق على المسلمين أنفسهم، وصف المجلس الأعلى للديانة الإسلامية الذي فيه شخصيات وازنة، وجاء بمنتدى إسلام، منتدى الفرنسا، منتدى فرنسا للإسلام يشرف على الشأن الديني فيه أناس علمانيون أصلاً. نعم.